military country. We are civilian country. We want them to leave the power now. Now and not tomorrow, or even maybe yesterday is better. Too many people have died, and especially after the Port Said incident. I don't understand how people can still be quiet and not protest against the scarf. جايه زي كل الامهات اللي جم دول اللي اتوجع قلبهم من فكره الموت العبثي اللي بقت متكرره وبلا ثمن في مصر، وشباب زي الورده اجمل شباب في مصر بيموتوا بدون اي ثمن ومن غير ما اي حد يعرف ليه. انا جاي هنا عشان اعرف اجابه ليه الشباب ده بيموت، وليه يكون عدد شهدائنا بعد الثوره قد عدد شهدائنا قبل الثوره. ده مش منطقي ولازم ندور على منطق فيه ولازم يوصل لحل. جايين علشان الولاد اللي ماتوا والولاد اللي لسه بتموت والولاد اللي هيموتوا. ده طول ما في غازات وفي كذب في الداخليه وفي مجلس الشعب، حتى وصلنا للكذب بعد ما خدوا الحكم ابتدوا يكذبوا. ده وممنوع الجلسات اللي تبقى علنيه، ومين اهل بورسعيد واهل ايه هم اللي عاملين ده كله، والمجلس العسكري ده كفايانا بقى. فين يا عم كله هدول شباب؟ عامل كذا ورا خالص. Thank you.
هي نفس المسيره اللي من احنا كنا جوه، هي نفس المسيره اللي من مجلس الشعب، وكلنا كنا يعني ستات كلهم كانوا جوه حوالينا زي حصار كده من الرجاله، وبس هم لسه جوه وبيهتفوا ضد العسكر واحنا ماشيين. بلطجيه بيحذفوا طوب على الامن المركزي كان فيه. طيب اتشرف بحضرتك. دكتور ساهر شفي اخصائي قلب واعاده. اهلا وسهلا دكتور ساهر. دكتور ساهر دكتور يعني المستشفى الميداني هنا من حيث امكانيات اللي هي بطبيعه الحال المفروض تبقى متوفره في المستشفيات الميدانيه، راي حضرتك فيها ايه؟ الحقيقة يعني احنا محظوظين ان في تكاتف في تعاون الدكاترة من مستشفيات مختلفة، فعندنا اخصائيين جراحة استشاريين، يعني عندك ورايا الدكتور استشاري جراحة عامة رئيس قسم الجراحة في جامعة القاهرة، عندنا الدكتورة رمض متخصصة جراحة رمض، عندنا اخصائيين تخدير، انا دكتور قلب واوعيه دمويه، وفي معانا دكاتره متطوعه بتيجي فترات يعني بتتقسم بحيث ان هو يكون كل الاخصائيين موجودين في نفس الوقت. اقل واحد فيهم ماجستير دكتوراه ورؤساء اقسام. بالنسبه للامكانيات يعني اعتقد ان هي احسن من اي امكانيات موجوده في اي مستشفى، يعني بالنسبه للخيوط الجراحيه، بالنسبه للتعقيم في جهاز اوتوكلاف معقم، كل عيان بيتعمل بالالات بتاعته وبعدين بيعقم، ما فيش يعني التجهيزات هنا على اعلى مستوى الحقيقه. طيب. وفي ناس بتيجي حقيقه من 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 مستشفيات ميدانيه اخرى بييجوا ياخدوا مننا يعني بعض الامدادات لانه بيبقوا محتاجين. طيب دكتور خلينا نتكلم عن الجانب الانساني اكتر، يعني حضرتك تقيم المشهد اللي حضرتك شايفه دلوقتي حالا، احنا داخل الكنيسه وفي منا كتير مسلمين، واصلا الموضوع مش مسار اصلا فكره مسلم او مسيحي. هيك تقيم الوضع انسانيا هنا ازاي؟ اعتقد ان دي فرصه ذهبيه ان الناس تعرف حقيقه المصريين شكلهم ايه، لانه الدكاتره والعيانين احنا ما بنفرقش اللي بيخش ده مين، يعني من الناحيه الانسانيه ده مسلم هعالجه وحش والمسيحي هعالجه كويس او العكس، فعمرها ما تحصل. فهنا التلاحم غير عادي، الاطباء المسلمين اكثر من عدد المسيحيين اللي موجودين. الحقيقه احنا منظمين، والناس اللي هي من القلب بتعمل كده. احنا شفنا حالات انسانيه غير عاديه، انا في بعض الناس كانت بترفض ان هي تاخد علاج عشان اصدقائهم محتاجين العلاج، فكانوا كل واحد عايز يمد ايده لاخوه. فالروح دي احنا هي الطبيعه بتاعتنا القديمه اللي احنا عايزينها تصحى تاني من اول وجديد. النهارده هم بيدافعوا عن بعض، مسيحيين ومسلمين بيدافعوا مع بعض على نفس الرساله هي، فما فيش تفرقه بان احنا الناحيه الانسانيه دي الناس هي اللي بتشهد بالكلام ده. يلا تاني. ساندي؟ ساندي سعد. ساندي انت في سنه كام؟ انا في اولى اعدادي. في اولى اعدادي. ساندي انت بقالك قد ايه بتشتغلي معاهم هنا في المستشفى الميداني؟ من كام يوم كده، مش فاكره من امتى بالظبط يعني. طب انت يعني ايه اللي خلاكي تنزلي اصلا وتيجي تشتغلي معاهم هنا؟ كنت حاسه ان انا بساعد الناس، وكنت حاسه ان انا يعني بساعد الناس ان هم يتخطوا مرضهم ويتخطوا الغاز اللي هم شموه والجروح اللي هم اصابوا بيها، وبنساعد الدكاتره وكده يعني.
انت حاسه ان يعني اولا اهلك في البيت كانوا موافقين على كده ولا قالوا لك انه ما هو اهلي في البيت وافقوا ليه؟ عشان انا جاي مع اختي. تمام. طيب انت ايه اكتر موقف شهدتيه هنا حسيتي انه اثر فيكي جدا في المستشفى؟ ان هو كان كل ما نساعد حد مهما كان مسلم مسيحي اي حد كان بيشكرنا قوي وبيحس ان احنا فرقنا معاه، عشان من غيرنا هو كان بيحس ان من غيرنا كان هيموت، فهو بيحس ان احنا ساعدناه وبيشكرنا.